بسم الله والله أكبر والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات. ils ont apporté ces prophètes et ces messagers que la paix d'Allah soit sur eux, ils ont apporté uniquement la chose la plus utile pour les humains, pour les djinns aussi, avec les preuves irréfutables. Mais تدفع بجنونك وبكذبك وسوء أخلاقك ما لا تدفع البينات هذه اللي آيات من الله سبحانه وتعالى سواء كان في التوراة ولا الزبور ولا الإنجيل ولا القرآن العظيم. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب اللي خاصة يذكر في شأن سيدنا داود عليه السلام اللي هو ينسب إليه المزامير لبصم وبالكتاب المنير أي القرآن العظيم. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. أخذتهم بالعذاب والانتقام وقضى من قضى على آخرهم ما قطع دبيرهم ما خلاه كان القصور خالية وأبار مهجورة و ولا فائدة في التطويل. حنا نحب ونقربكم من القرآن العظيم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. شو هنا كيفاش ربنا يعلم نبينا عليه الصلاة والسلام باش يصحح وعيه صح ما هو قال كي يراه النبي عليه الصلاة والسلام ليزداد شكرا لله ويزداد يقينا أن الله هو الخالق وهو المتصرف. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به وجعل من الماء كل شيء حي فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان وغرابيب سود. هذا الجيولوج من هم أهلين باش يزيدوا تفصيل فيما جاء به القرآن العظيم في تاريخ التربة وألوانها وحقائقها وخصائصها. والسلام عليكم يا أهل السلام. أما من أبى إلا أن يكون من أهل الظلم والعدوان فنرجو الله أن يهدي بعضهم إلى سبل السلام. والحمد لله رب الأنام بالتمام والكمال.